السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم هذا الخبر. واقعة غريبة، رجلان يصطحبان جثة مسن إلى مركز البريد للحصول على معاش تقاعده. إليكم التفاصيل. تحقق السلطات بدولة أيرلندا في واقعة غريبة جدا وتبحث عن متهمين. أحضر جثة رجل مسن إلى مكتب بريد في محاولة للحصول على معاشه التقاعدي على أساس أنه لا يزال حيا، وتشير التقارير إلى أن المحاولة جرت في منطقة تسمى كوكالو في جنوب شرق البلاد. ويقول عمدة كوكالو كين مورنان لوسائل الإعلام المحلية: البلدة بأكملها في حالة صدمة من أن شخصا قد يفكر في فعل شيء من هذا القبيل، إنه أمر لا يصدق ومن المحير للعقل أن أي شخص يمكن أن يفعل شيئا كهذا، بحسب ما ذكر موقع لاد بايبر بريطاني. ووفقا لصحيفة دي ايرش تايمز، دخل رجل مكتب البريد نحو الساعة 11:30 صباحا اليوم في محاولة لتحصيل معاش الأسبوع لشخص آخر، ولكن قيل له إنه من يتقاضى المعاش يجب أن يكون حاضرا. وبعد مرور ساعات قليلة جاء رجلان برفقة ثالث في الستينيات من عمره من أجل الحصول على معاش الرجل الثالث. وأوضحت الصحيفة أن الرجل الثالث بدأ وكأنه غير واع بما يدور حوله أو فاقد للوعي، فشكت امرأة موجودة في مكتب البريد ونبهت الموظفين، لذا لم يمنحوهم النقود. وعندما شعر المتهمان بأنهما في خطر فر هاربين وترك الجثة التي تبين أن صاحبها ميت بعد مغادرة المتهمين. وتبحث الشرطة الآن عن المتهمين من خلال كاميرات المراقبة التي كانت تعمل في ذلك الوقت. وقال المحقق المسؤول عن القضية فيرجال براون لصحيفة دي ايرش تايمز إن الحادث كان مروعا ومزعجا للغاية للجميع على المستوى المحلي، مضيفا: الرجل الذي وافته المنية هو رجل محترم للغاية ومحبوب ولم يتسبب في أي إهانة لأي شخص، إنما حدث شيء مجنون. وأكد براون أن السلطات تحقق في جميع الظروف المحيطة بوفاة الرجل المسن غير مبرر في منطقة كارلور صباح أمس، مضيفا: سيتم إجراء التشريح ما بعد الوفاة بواسطة مكتب اختصاصي علم الأمراض بالولاية، وستحدد نتائجه مسار التحقيق. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر. إلى اللقاء.